وسهلا بحضراتكم من جديد. احنا لسه موجودين في الابعاديه ولسه بنتكلم مع المواطنين ولسه بنتكلم مع اهل البلد، يقولوا لنا ايه اللي بيحصل هنا في البلد وازاي كان في استقبال لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الاماكن، وازاي كان في استقبال لدخول مشروع حياه كريمه والتطوير اللي حصل في القريه من ضمن القرى او يمكن من ضمن ال 42 قريه اللي حصل لها تطوير في محافظه البحيره. معانا دلوقتي الحاج، معانا دلوقتي الاستاذ عثمان جمعه عثمان. اهلا وسهلا بيك يا استاذ جمعه. اهلا وسهلا، نقرب المايك كده عشان نعرف نسمع بعض. يا استاذ جمعه صباح الخير عليك. استاذ جمعه عثمان مشرف بدار رعايه الايتام. يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف في البدايه كده ايه اللي حصل في دار الايتام. في دار الايتام طبعا بنشكر كل واحد شرفنا اولا، بنشكر السيد الرئيس، بنشكر كل المؤسسات الدوله ان هي دخلت البهجه والسرور على ابناء الاطفال الايتام. طبعا الوضع اللي احنا كنا فيه زمان من رعايه الايتام كان وضعي مش وحش، بس الافضل دلوقتي وضع جميل جدا، والمؤسسه بقت مؤسسه جميله جدا، والحياه فيها بقت كويسه. من ضمن حياه كريمه بتبعت للاولاد الاطفال الصغيرين كلبس كعينات هدوم تغذيه بشكل مستمر. الكلام بشكل مستمر جدا، حياه جميله خالص، لان الاطفال كانت محتاجه برضو رعايه، مش رعايه اب وام ومش رعايه اكل، رعايه حد يبص لهم ببصه ان هو يعرف ان في حنان ورعايه بديله، في رعايه بديله للابناء. بس احنا بنكملوها بتربيه العيال الاطفال الصغيرين دول ان هم طلعوا لقوا نفسهم ما لهمش حد الا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي موجوده، وطبعا فخامه الرئيس والمؤسسات اللي هي بتاعت وزاره التضامن الاجتماعي لها الشكر برضو، شكر جدا جدا جدا. بتبص للاطفال الايتام ان كان بنين ان كان بنات ان كان مسن كبير، محتاج علاج، محتاج هدوم، محتاج تغذيه، محتاج رعايه كامله، وهي اسمها رعايه شامله بتحوي كل حاجه كويسه. والاطفال عندنا بسم الله ما شاء الله مبسوطين من حياه كريمه ما شاء الله، الناس محترمه جدا، بتيجي تبص على العيال فترات على طول، دايما على طول، ان كان عيل تعبان ان كان عيل محتاج لبس ان كان في اخصائيين عندنا اجتماعي بيقعد معاهم بيشوف اللي عاوزين ايه، في اخصائيه نفسيه، في ممرض بيجي طول ده. لازم نتكلم معاك فيه، انت بتقول في رعايه شامله، اكيد طبعا. ايه اوجه الرعايه اللي بتقدم للاطفال؟ اول رعايه شامله في المكان ذات نفسه، المكان نظيف، بتوجيهات برضو من السيد الرئيس وتوجيهات من سياده الوزيره برضو بتاعت التضامن الاجتماعي، على طول مراعاه في التليفونات، مراعاه في الناس بتبعت تبص على الاطفال، النظافه، ودي برجع كل برضو دي للمديرين، المدير بتاع الدار ايا كان بنات بنين مسنين، توجيهاتهم برضو كل يوم الصبحيه يبصوا على الاولاد، التنظيف بتاعهم، الرعايه الكامله. انت الدار عندك اولاد بنين يا استاذ؟ انا عندي دار اولاد بنين. فيها كام طفل؟ فيها زي 30 طفل. عمرهم ايه؟ من 6 سنين ل 18 سنه. طيب، وفي مراحل التعليم المختلفه طبعا. طيب، وانا عارفه ان الدار قريبه من دار المسنين كمان طبعًا. اللي حصل فيها الزياره بالامس. اكيد طبعا. طيب، في نوع بقى من انواع التدريب اللي بيحصل عليه العاملين في اطار حياه كريمه، انه زي ما حضرتك بتقول قصه مش قصه بس اكل وشرب، اكيد قصه رعايه وقصه طبعًا. تربيه أكيد. وقصه دعم نفسي أكيد. ده بيقدم ازاي بقى حصل التطوير مش بس في الشكل، لا حصل كمان في اللي بيقدم الخدمه. اللي حضرتك زي ما قلت لك هاني، حياه كريمه فعلا لما نزلت القريه هنا بصت لجميع بجميع القطاعات اللي في القريه بحال من اول دار المسنين لحد القريه جوه. بصت لدار المسنين من الناس الكبيره اللي فيه كان عدد بسيط الاول، لما حياه كريمه جت عملوا لنا مبنى جميله جدا خالص، بتاخد ساعه زي 100 فرد 120 فرد بنستقبلوا الناس، وطبعا فخامه الرئيس بيجيب الناس من بره المسن اللي مش رعايه بيجيبوا عندنا، ونفس الكلام الطفل، طفل مش رعايه بره بيجي طبعا الشكل العام بتاعه والمنظر والتعليق والكلام بتاعه، احنا من كاخصائيين اجتماعيين ومشرفين بالدار بنقعدوا مع الطفل ازاي نعلمه الصلاه، ازاي يتكلم مع الناس، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يلبس، نودوه مدرسه،
من مقدموني في من اول تقول لي ممكن عيل يجي عنده 10 سنين ومش في مدرسه. طب بنحاول ان احنا نقدمه له والناس بتتكلم معانا او بتمارس الحياه معانا اللي احنا ندخله الطفل دهوت عشان ما يبقاش ابن شارع. صح. زي زمان. صح. اطفال شوارع يتعلم يبيع مخدرات، يتعلم يبيع حي. لازم يتعلم. لازم يتعلم. ايا كان السن اللي جاي فيه لازم يتعلم. ما اتعلمش كده ببلاش، اتعلم من توجيهات الرئيس، من توجيهات وزاره التضامن الاجتماعي، بتجبرنا اجباري اللي احنا نحافظوا على الابن الصغير دوت، لان كان بعد كده جداه يطلع ابني زيه. وتعليم ابني من نفس التعليم الابن اللي هو في الملجا او في رعايه الايتام ومخاف عليه. تعليم ابناء القريه كل واحد جدا. اه. وبالاخص تعليم ابناء الايتام بنبقى محافظين عليهم، لانه مش عاوز ابني يبقى زيه، لازم نعلم ابني زيه او نخليه بنفس مستوى ابني ايا كان الحاله الاجتماعيه. يعني بتاعتي. تقديم نفس نوع الخدمه نفس التعليميه لجميع نوع. الاطفال في قريه الابعدين. نفس النوع. كويس قوي. نفس نوع الابن اللي بنعلم ابني، بنعلم ابن الايتام. كله بقى في المدرسه الجديده. كله في المدرسه الجديده، وفي قاعات وفي مكتبه الطفل حصلت كم مره ما شفناها، كل شويه تعالوا نروح مكتبه الطفل، في لعب اطفال بيشجعوا الطفل ان هو يتعلم ازاي يتكلم مع الناس. الطفل بسم الله ما شاء الله تعليم من هو حاجه كريمه جاءت وسط القريه. في كل يوم حفلات للابناء. طب احنا عندنا ملعبين كوره جداد وعندنا اثنين مركز شباب، الشباب عندكم بيروحوا المركز الشباب؟ اكيد. وفي مكتب الطفل اللي هي النشاط الصيفي بتاع الاطفال بتاع مين من الولاد عندك بيلعب رياضه؟ نعم، عندي ابن كبير ما شاء الله اخر سنه السنه دي في كليه التجاره، وبيلعب برضه في الملاعب، وكان ملعب صغيرنا خالص وكان ترابه، كان ملعب ترابه. النهارده ملعبين بدل المركز شباب بقى اثنين ما شاء الله. طب ومن الشباب في الدار، من اخواته في الدار برضه؟ هو عيل طفل عندي يعني اثنين ولدين، واحد كليه التجاره والتاني في الازهر الشريف بيتعلم برضه، قلنا واحد تربيه وتعليم وواحد ازهر. شجعهم بقى يعني، شجع الاولاد اللي موجودين في الدار شجع. اه بانهم يروحوا مركز الشباب يمارسوا رياضه، يقعدوا زي ما حضرتك قلت يتعلموا ازاي يتكلموا، ان يكون شخص اجتماعي. اكيد طبعا. اه يعني ده مهم جدا. في ناس كتير بيكون عندها علم وفاهمه ودارسه كويس، لكن شخص خجول، شخص انطوائي، شخص مش اجتماعي. أكيد. فبالتالي كويس ان انتوا بتعلموا حاجه زي دي. انا عايز اعرف بس طبيعه شغل حضرتك كمشرف في هذه الدار. أنا بتعمل ايه بالظبط؟ كمشرف في دار الايتام بقالي 20 سنه. 20 سنه كان والدي من قبلي من 20 سنه. وان انا من البراح مبسوط هناك. يعني انت في جيل كامل من اللي موجودين دول شفته من وهو صغير لحد من حد ما جوزته. والله جوزت ناس ما شاء الله، جوزت بنات وجوزت ايه صبيان، وكفايه بيقول لي عمه، المفروض يقول لي يا استاذ، يقول لي عمه، وساعات يقول لي يا بابا. فطلع شافك قدامه ونبقى مبسوط. اما الطفل الصغير عمه انا عاوزين كذا، حاضر يا حبيبي عمه انا عاوزين كذا، حاضر يا حبيبي. وتوجيهات من السيد المدير بتاعنا، ناس محترمين جدا، الناس المديرين بتوع الدار كان بنيات ولا بنيه، ناس محترمين جدا. وساعات بناخدوا اطفالنا معانا في البيت يعني، عشان ما نخلوش يبقى محتاج حد رعايه اسمها الرعايه البديله عندنا. طبعا بناخده عند بيتي، يقعد 10 دقائق، يقعد ساعه مع ابناء مع اولادي. الاستضافه في البيت استضافة. طبعا مهم جدا ليه كمان، عشان برضه ما نحسش يبقى داخل في الدعم النفسي للاسره. المكان بتاعه محبوس، اي نعم بيته بس محبوس، شايف ان ايه ابني معدي عليه، انا واخده معايا في العربيه. لا ما انت عندنا بقى دلوقتي مكتبه الطفل، وعندنا المركز الشباب، وعندنا مستشفيات، وعندنا وحده حمايه في قاعات مدواء. حاجه جميله جدا خالص، انا مبسوط ومبسوط خالص. طيب استاذ جمعه، هل فكرت مثلا ان انتوا تاخدوا الاطفال من دار الايتام تروحوا لدار المسنين يقعدوا شويه مع؟ اكيد احنا بنعمل له رحلات متجمعه مع بعض، يقعدوا معاهم مصايف. مصايف كل سنه بيطلعوا بمصيف. هذا قلت لك توجيهات من رئيس من وزاره التضامن، بكل سنه مصيف ترفيه للابناء اسبوع ورحلات. بيقعدوا الاطفال الصغيرين مع كبار السن، مع كبار السن يلعب مع ابوه يا جده، فاهم حضرتك؟ حاجه بتبقى جميله خالص، بنخليه برضك ان هو الراجل المسن الكبير ان اولاده موجودين صغيرين هم وما يحسش بالوحده، ما يحسش بالوحده. ويروحوا بيعملوا حفلات مع بعضهم، الاوبرا، جنينه الحيوانات، يروحوا مع بعض الماجيك لاند، دريم بارك، بيختلطوا مع بعض. بيختلطوا مع بعض كل، ما نحسش ان دي ليه اب ويقول له جده والتاني يقول له بابا،
حياتي بتبقى جميله جدا خالص. خد بالك شويه هيقول لك يا جدو انت كمان. ما انا جد والله. كمان؟ انا جد والله. مش باين عليك. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الولاد يعني بنحاول نستثمر بقى فيهم في انهم نعودهم على الرياضه، بنحاول ان احنا نعمل لهم فرقه وتقسيمه كده جوه الدار يلعبوا مع بعض. عندنا شباب الرياضه بتبعت ناس مشرفين يعلموا الابناء، وعندنا ملعب زغنون خماسي كده في الدار. كويس قوي. وملعب لعب اطفال. طبعا المذاكره الاول وبعد التعليم وبعد الدراسه، وطبعا بنشترط عليهم برضه اللي هينجح هيروح المصيف طبعا تحفيز زي ما بنعمل كلنا في البيوت، فبنشجعوا الابناء اللي هم متفوقين متفوقين في الدراسه بتاعتهم. بناء عليه اصلنا كلنا الحمد لله رب العالمين. الولاد هي اللي بتختار نوع التعليم اللي هي عايزاه يا استاذ جمعه. يعني احنا عارفين انه مش لازم يبقى كل الوقت الشباب ماشيه في شكل معين من التعليم، ممكن زي ما حضرتك كنت بتقول حد 10 سنين لسه بيتعلم القراءه والكتابه، وممكن غيره يكون نبغى في التعليم وقدر ياخد فرص. بنوجههم بقى، بنشوف حسب امكانياتهم، ده حابب انه يشتغل حاجه بايده يبقى تعليم فني، ده حابب ان هو يشتغل لسه بيتعلم فلا نبتدي نديله فرصه انه ياخد تعليم اساسي. بتوجهوهم ازاي؟ اكيد طبعا احنا طبعا زي ما قلت لك حضرتك عندنا احنا خاصين اجتماعيين ودارس الموضوع دوت، فبقعد مع الطفل نفسك في ايه تتعلم في ايه اول مرحله من دخول المدارس لو عشان يعني نفتحه دماغ العيال وبتاع نعمل المدارس. لقينا نفسنا اللي احنا مش كابل التعليم، فبنعلمه حرف تنفعه قدام، حرف يخش ورشه نجاره اللي هي برضو كده ان هي برضو تحسسه اللي هو مش اقل من زميله. طب يبقى استاذ صنايعي حياه ترفيه عندنا، ممكن نوديه بره يشتغل بره تحت عينينا. تدريب طب في المهن اللي هي اللي بتاعت الوزاره والمهن اللي هي اللي احنا لنا ساعه اللي احنا نعلمه فيه. تمام. لكن طبعا كل طبعا على الاطفال بحيث ان هو يكون خد تدريب بما فيه الكفايه. اي وبس الحمد لله رب العالمين كل العيال عندنا في التعليم. الله اكبر ما شاء بنات الله. بنات وبنين. ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا استاذ جمعه عثمان مشرف دار رعايه شكرا جزيلا ليك. وسعداء بفخامه الرئيس بوصوله عندنا، وسعداء بالناس كل جميع المؤسسات. كل الشكر ليك يا فندم. مش كده يا فندم.